اللي انا عايز اقوله الاتنين ما كانوش بيكشفوا التدبير بتاعهم. يعني ايه؟ البابا كرولوس كان يقتات على الخبز الناشف والملح والكمون، ولما كان بيعملوا له دقه ما كانوش يحطوا له فيها سمسم لما يكون حد يعرفه. البابا شنوده جه رهبن في دير مرمينا، كان الانبا مينا عايش، فكان جاي رهبن في صيام العذراء. ولما بيجي البابا يرهبن بيجي معاه اباء اساقفه كتير، فطبعا اكراما للبابا والاباء الاساقفه بتتعمل زي مائده كده الناس تاكل فيها. فواحد من الرهبان قبل ما البابا يجي راح عنده وبيقول له: قداستك بتاكل سمك في صوم العذراء؟ احنا في الدير ما بناكلش سمك في صوم العذراء، دي العاده كانت بتاعت الدير يعني. فقال له: يا ابونا، صوم العذراء مسموح فيه اكل السمك. وسكت. البابا دخل رهبن، خرج من الرهبنه، ركب العربيه ومشي، ولا حد قعد اكل ولا غيره. لفت الايام ورحت انا في الخدمه عند قداسه البابا، اكتشفت ان البابا في تدبيره الداخلي ما بياكلش سمك في صوم العذراء، لكن تعليم الكنيسه اللي بيقوله بيقول التعليم السليم، اما التدبير الداخلي ما كانش حد يعرفه.